السلام عليكم. زار والي ولاية قالما ووالية ولاية قالما بمعية وزير الفلاحة المركز تاع تخزين الحبوب وكذلك البقوليات خاصة بعد الحمص. إذا تم الآن الانتهاء من تطوير وتجديد و الصوامع التخزين ببلدية بوشكوف بولاية قالما. إذا فيه نية وفيه إرادة قوية لتطوير القدرات التخزينية تاع الجزائر بصفة عامة بإعادة إحياء لكل المشاريع اللي كانت مبرمجة وهي تتعلق بحوالي 30 مشروع للصوامع لتخزين الحبوب بالشراكة مع إيطاليا، بالإضافة إلى مخازن جوارية صغيرة في كل البلديات وين كاين الحقول إذن الحبوب هذه. وبالموازاة فيه كذلك يعني بغية تطوير الأمن الغذائي ويعني نكون في مأمن من تقلبات جيوسياسية عبر العالم. فيه كذلك عملية لإنجاز مخازن او تاع التبريد لمواد غذائيه اخرى كالخضروات انتاج الدواجن وكل هذه ما يتعلق بالمواد الغذائيه. يتم حاليا انجاز يعني مخازن لتخزين هذه المواد سريعة التلف. اذا لابد تكون فيه مخازن للتبريد منتشره عبر كل التراب الوطني. نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذه الزيارة نتاع وزير الفلاحة إلى صومعة التخزين لسيلو دو ستوكاج ببلدية بوشكوف بمعية والية ولاية إذن قالما. والسلام عليكم.